السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير الامور، يعني اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله شحال من واحد كيوقع له هذا المشكل، كيفورماتي التليفون ديالو ما عاقش على الجيميل كيوقع في هذا المشكل، كيفاش يحيد هذا المشكل. في اغلبيه الهواتف ديال ايتيل والتكنو حتى هي تقريبا نفس القضيه، كيفاش غادي تحيد هذا المشكل؟ تبع الفيديو وما تنساش تبارطاجي مع الاصدقاء الى اول مره كتشوفنا في هذه الصفحه، دير جيم ودير المتابعة باش يوصلك كل جديد ديالنا إن شاء الله. مشيو دابا الشرح كل التفاصيل. شنو غادي يخصك؟ تخصك كارت سيم تكون فيها كونيكسيو، ويخصك واحد الإيميل الهوت ميل غادي تكرييه، هادشي اللي يخصك، وغادي تحيد هاد المشكل بنفسك دون ما تدير أي تقني. تبع الفيديو. على بركة الله غادي نشوفوا هذا الهاتف انه فيه القفل وفيه الجمال كذلك، بجوجهم ما معروفينش، ضروري الهاتف يكون ملي مع الكونيكسيو ولا تكون في لابيس 3G نجمة 3. كما كتشوفوا فيه الكود، ما عارفينش هاد الكود اللي فيه، وفيه الجيميل حتى هو. كما كتشوفوا، المهم كيفاش تحيد هاد المشكل؟ غادي ترجع تمشي لهاد الابيل ايرجونس، تكليكي عليها، وضروري تكون واحد لابيس في الهاتف، كتكليكي على هاد جوج مرات، كتجي لهاد القلم كتكليكي عليه، كتأجوتي ان كونتاكت، يطلع لك هاد لي كونتاكت اللي عندك في الرقم، كتاخد واحد فيهم كتكليكي عليه، ومن بعد كتجي لتلاتة النقط، هاد تلاتة النقط كدير بارتاجي، كتجي لهاد الجيميل تكليكي عليه، تكليكي على انفو، من بعد غادي تكليكي على هذا الاختيار، وتجي تكليكي على هذا الاختيار كما هكا، تعاود تكليكي على هذا الاختيار التحتاني، وتكليكي على هذا الاختيار، ومن بعد تكليكي على هذا الاختيار، وغادي دير اجوتي ان كونت، وغادي تختار هذا الهوت ميل، ضروري يكون عندك هوت ميل، نديرو الهوت ميل اللي عندنا ونرجعو. من بعد ما درنا الهوت ميل غادي نديرو سويفو، من بعد غادي ندخلو المود باس، من بعد ما دخلنا المود باس غنديرو سو كونيكتي، نديرو وي، نديرو سويفو، وغادي نجيو نكليكيو على هاد الايميل ديالنا، كتجي لهاد تلاتة النقاط، كدير إيد كما كتشوفو، غنديرو من بعد غادي تكتب هنا إس دوبل في، تجي لهاد الإختيار التاني، كليك عليه كما هكا، كتجي لهاد هاد الفيديو دير له بارطاج، كما هكا كيدخلك المتصفح، دير اكسبتي، كتجي لهنا غادي تكتب جوجل، من بعد
جلينا دير اف ار بي اضرم هذا غادي تختار هذا الاختيار الاول من بعد غادي تجي لهذا القفل تكليك عليه غادي تختار الشيما وي مثلا نختار هذا الشيما دير سويفي تختار هذا الشيما دير كونفيرمي جاكسبت اوكي من بعد تسد التليفون تعالو تشوف واش داير القفل دير له اوكي غادي نرجعو دير كومونسي دابا غادي نختارو داك القفل اللي درنا كيما كتشوفو هو تحيد اسهل طريقة التخطي ديال هاد كما كتشوفوا اسهل طريقة هو التحييد بدون مشاكل. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجوه مع الاصدقاء. تحياتي لكم.